بعث يسأل ويقول: ما رأيكم في الجمع بين الصلوات مع الدليل؟ وهل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير مع الدليل؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في الصلوات أن تصلى كل صلاة في وقتها الذي حدده الله لها، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين للعذر الشرعي، وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في نهار رمضان، يجوز فيه الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق بالمسافر، أو في حالة المرض يحتاج المريض إلى الجمع بين الصلاتين، لأن صلاة كل صلاة في وقتها يشق عليه، فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به. وكذلك في حالة المطر الذي يبل الثياب ويتأذى منه الناس لخروجهم من المسجد، فإنه يباح لهم الجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا عنهم. هذه هي الأعذار التي تجمع فيها، يباح فيها الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء: السفر، المرض، المطر الذي يبل الثياب أو ينشأ عنه الوحل الذي يتأذى به الناس لخروجهم إلى المساجد. هذه الأحوال يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، أما الجمع من غير عذر من هذه الأعذار فإنه لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. التقديم حينئذ في الأحوال التي تفضلتم وقلتم إن الجمع جائز فيها، التقديم هو الأفضل أو التأخير هو الأفضل؟ الأفضل الأرفق بالإنسان، ما شاء الله، يتبع الأرفق به، ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا.